يا صحابي، عامليني؟ وانا في فيديو جديد من لاف جيمرز وورلد، والنهارده بنلعب ماينكرافت سكاي بلوك. انا محبوس في جزيره في السماء. ماشي، في هناك زومبي بيتحرق. ماشي، ف احنا محبوسين هنا، و احنا في السماء محبوسين. وقعت، والزومبي اللي هناك مات. ماشي، يلا نفتح التشيست ماشي، ناخد اللافا والووتر. بس دلوقتي اعمل جنريتر. ف عايز مثلاً واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بعدين كان في واحدة تحت كده، بعدين كنت ياريت ما اعملش اوبسيدين، لما يبقى لازم اعيد الماب دي تاني. اشفى، هنا كان ووتر، هنا كان لافا، كوبستون. ماشي، راح ناخد شوية، نحط البوكت هنا، خلي هنا شوية وود، عد دقيقتين. ماشي، كنت متلخبط لثانية. ماشي، راح دلوقتي نسيت كل حاجة. ماشي، ستيك، فاضل الاتنين، فين الشجرة؟ قلت بس انا ما اروح شوية، باخد اروح وقع في اللافا. يريد ما يحصلش كده. ماشي، اروح واخد هنا دي، اروح حاطط الكرافتنج تيبل هنا، نعمل لي بيكاكس، اروح الجمد ده، ماشي. في حاجة لازم اعملها يا لافا، عشان ما اروحش كده اروح وقع فيكي. اتحرقت، وعشان الكوبل ستون ما تقعدش تتحرق كل شوية، اغطي اللافا. اروح واخد الكوبل ستون دي. ايه ده؟ ايش بسرعة كده والشمس بتمشي؟ ايه ده؟ تعدل 3 دقايق واهو على طول الشمس بتمشي. اوب، اعمل شوية كابل ستون وارجع لكم عشان الفيديو ده ما يبقاش مثلا مدته ساعة. الدنيا ليل، معايا 34 كابل ستون، والبيكاكس بتاعتي قربت تخلص. فا يلا نحاول نروح عند جزيرة. يلا، اقرب واحدة هو لما دي لما دي. نروح عند الكهف ولا الصحراء؟ تيال الصحراء اقرب شوية، فنروح عندها. وانا شايف تشيست، ممكن يبقى لاد بوش مستخبي، ولا بحسبه تشيست، بس ممكن يبقى تشيست وخلاص. ف
فأنا عندها أو مش تخطو تاني مستقيمة ماشي. وفي بدروك تحت كل واحدة، فبقى مثلا ما يجي أكسر الرملاية مش البتاع كله هيقع في وشي، وكل الحاجات بتاعتي هتمشي. ماشي، فاضل 23 وانا قريب جدا. هذا راح كده ها كده ها ها وصلنا بأقل هو اللي تشيست لاب ولاي. ماشي، عندي هنا شوية ساند. شوية صبار، شوية شبك كبوت، ومليون ديد بوش. ايه ده ولا دي مجتش عندي؟ هيه تمانية بامبو واتنين ستيك، احطهم هنا مع دول. Don't mind me. خد ال chest. ال chest شكله ايه؟ استنى، هي ال chest جالي. لاما انا متهيالي انا عايز اخده. حاول اعمل رايد لوحدة، بس ممكن ما تعمليش وترميني هنا. ف ايوه روحي الجنب ده، امشي بالراحة. رايد وترميني، تهيألي أنا بخير. مش عارفة أمشي بيها. خلاص ينفع توديني وما تقعيش. تعمل ايه يا ماما؟ وقعت. هل لسه معانا دي؟ ايه اللي فوق ده؟ ايه ده فوق كل الصبار؟ ايه، استنى اعمل حاجة وارجع لكم. مش جيت، يلا بينا. ها، مش عارف اعمل ايه. وعدت 9 دقايق، فين حاجاتي؟ كريبر انا اقعد اعمل كده كذا مرة. انا ممكن حتى ما ابطلش.
حياتي مشيت. ماشي على الأقل ده كانش حاجات مهمة أوي. كان كوبل ستون ورمل وود، وأنا معايا أهو هنا وود سابلينج. ياي أحطها هنا. فأنتوا عايزين أخلي سنة، أو أنتوا عايزين أخلي دي سيريز، قولوا لي. تم سازعلان زعلان. دينار نهار مش نار، انا دينار. فيش اي حاجة تانية؟ اهي سابلينج تانية، او كان معانا صندوق تاني. ماشي، ضيعنا شوية حاجات، على الأقل ما ضيعناش حاجة من دول. فراحت الدول هنا دلوقتي لحظة أموت تاني. أنا زعلان جدا. فيش أي سبلينج تانية ولا ايه؟ وانا مينفعش انهي الفيديو دلوقتي عشان هو 11 دقيقة، انا لازم اخليه على الاقل 15 عشان انهي 15 او اكتر. سبتنج تانية خدي على الاقل سمعنا كرافتنج تيبل. ماشي وانا غلطان، اتجننت. ايه اللي خلاني اعمل 8 ستيكس؟ يا شباب بجد اتجنن. اروح هناك تاني اسلم عليها، اعمل كراوتش. ها اختفت، ما اقدرش اروح لها تاني. انا متهيالي في كل واحدة من الجزر. ماشي فاضل لنا، اكتشفنا واحدة وهي دي. واحد اتنين تلاتة، هي في واحدة هناك. هما التلاتة دول، لا فاضل بتاع المشروم و وليه الميكروفون عاد يجري مني. بتاع المشروم وبتاع الكهف والنذر، وده ماينكرافت 1.16. ف مش عارفه اعمل ايه. خلي شويه كوبلستون تن تن تن. خلاص انا احاول اروح عند الكهف، احاول يعني. بقت 14، فاضل انهي الفيديو دلوقتي. انا عايز بس، لا عايز مثلا ابني طريق شوية، والله خلاص اجرب اروح عند النذر، فهي بعيدة فياخد وقت كتير، وانا عايز اعمل يعني حاجة في الطريق مثلا زي اتشوفه اخد لي الكورس اللي انا عايزها وارجع. ماشي يا اصحابي، انا عندي 27 كوبل ستون، فانا لسه زعلان عشان بتاع اللي هناك.
فيلا نروح النزهة في فين اروح من فين؟ شكلها بعيدة مش اضطر ادرس ويا ها خلاص امشي كده وبعدها بحودي هناك بعدين تم 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 بام 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 آخر واحد مش هو هو ايه اللي جابهم وانت افضل مزنوق لا ليه ليه انا كنت عامل كراوتش فين الهبل فين الهبل وقع خلاص بعمل حاجات اصلا كنت عايز الكراوتش اي حاجه فيها مش مهم دلوقتي كده اتمنى ان انتوا حبيتوا الفيديو ده من لاف جيمرز وورلد وابقى اشوفكم في فيديو جديد وايه اللي جاب اللمه دي هناك مش مهم بس باي ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وقولي كومنت لو انتوا عايزين اخلي ده سيريز باي